الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. مدينة القيروان اختناق مروري كبير، خاصة في الشوارع الرئيسية من سبحان الله إلى الاستعجالي ابن الجزار، وكذلك أيضا من سبحان الله إلى حي المنصورة مرورا بحي محمد علي. في ظل عدم وجود مثال مروري يحسن حركية المرور في ولاية القيروان، إذن اختناق مروري كبير إلى جانب الشاحنات لتجول المدينة، وهذا بطبيعة الحال مما يسبب في حركية مغلقة على مستوى المرور. نأخذ بعض آراء المواطنين وكذلك بعض السائقين حول هذه الحركة الكبيرة في شوارع مدينة القيروان. والله اختناق هكذا كما تشوفوا، مصلي عني بيت بارك الله، ما ثماش مأوي. احنا نطالبوا بباركينغات كما هذه، هاي بنايه كامله نتاع كازينو، علاش ما يعملوش مأوي وينظموه بيبان وكذا واستخلاص، والناس كلها تتنظم وتنظاف اثنين ما نصب الواحد الزايدين. العباد مش وين نلاقي وين تمشي، كراب فوق تريتوارات، العباد تمشي في السكياس يا رسول الله، معقولش هي هذا في بلادنا؟ لومبوتياج تلقاه خاصة الصباح، ناس تمشي مع بعض خاطر الخدمة، ويعني الذروة تلقاه في نصف النهار، كياسات ضيقة، بنية تحتية كما تعرفها لا تغيرت معناها منذ الاستقلال حتى لتوا، ويعني ما فماش الدراسة الاستشرافية عن بعد، وضع يعني تهيئة الحضارية من الأول المرورية، معناها ما بعدش يعني ما خزرش لبعيد، وصعيب تو شكون يخليك يعني تتعدى خاصة على راحتك. أرصفة ما فماش، مفكوكة من طرف المقاهي بين المقهى والمقهى كما يقولوا مقهى، والانتصاب الفوضوي خاصة أنا تلقاه في كل المناطق كل البلايس، ما فماش احترام حتى للمترجل. كياسات حالة، بنية تحتية شماتة، ما تصلح حتى بفرنك، بوتياج، كياسات ذويقة، حالة حليل، حالة مقل. وصول السيارات نزيد بكثرة، علاش هذا؟ هذا اللي زينك مسرحة، كلها ولا تاخذ في الكراهب. كله ولا معناها شيء عيب. اخزر لي تاكسيات من الامبوتياج، ما تلقاش تاكسي من الامبوتياج. انا في عاد باش نهز كورسه في درجه نهزها في ربع ساعه، خاصه الكياس ابي زمع البلو، شارع ابي زمع البلو، بوسطه شارع ابي زمع البلو، ونحيسي هذوما الكياسات الرئيسيين اللي ديما معبي. الحياه فام، الحياه فام، زهره الحياه.